مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة وبالتنسيق مع جامعة قسنطينة 2 أطلقت حملة واسعة للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لفائدة الطلبة المستخدمين الإداريين كذلك الأساتذة. العملية تنطلق اليوم 9 من شهر ديسمبر وتنتهي عند 16 من شهر ديسمبر كمرحلة أولى، ورانا راح نقوموا بعدة حملات لفائدة باقي الجامعات كجامعة قسنطينة 1 وجامعة قسنطينة 3 في الأيام المقبلة بإذن الله. قمنا باستعدادات كثيفة من أجل استهداف كل طلبة الكلية والعمال والأساتذة من أجل تحسيسهم حول أهمية التلقيح للحفاظ على مجتمع الجامعة وبيئة الأسرة لدى ذوي الطلبة والعمال والأساتذة.